السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا. قبل بدء الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس، وهذا ليصلكم كل جديد. قرار من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برفع قيمة الدينار الجزائري. ارتكزت الوكالة الأمريكية في توقعاتها الجديدة إلى جملة من المتغيرات الاقتصادية التي تعيشها الجزائر في الآونة الأخيرة، في مقدمتها تصريح الرئيس تبون والذي تطرق لأهمية إعادة النظر في قيمة العملة الجزائرية مقارنة بالعملات الأجنبية الصعبة، خاصة في ظل التغيرات التي تمارسها البنوك المركزية العالمية في مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تغيرات مرتقبة في عملة الدينار الجزائري. قالت ذات الوكالة أن التغير المرتقب لسعر الدينار الجزائري مقارنة بالدولار من شأنه أن يساهم في تباطؤ ارتفاع الأسعار، حيث ستشهد المنتوجات المستوردة من الخارج ارتفاعا جنونيا في أسعارها مقارنة بالفترة السابقة، وتحديدا قبل ظهور فيروس كورونا، معدلة في ذات الوقت توقعاتها حول التضخم في الجزائر خلال سنة 2022، وهذا لتنزل إلى مستوى 9% بعد أن توقعتها ب 9.7%، وهي نسبة مرتفعة ستضر عفوا كثيرا بالعائلات متوسطة الدخل. انخفاض مرتقب في الأسعار. عبر ذات التقرير الصادر على موقع الرسمي إن رفع قيمة الدينار سيدعم الاستهلاك الذي ستشهد كل المنتوجات انخفاضا في الأسعار مقارنة بما هي عليه الآن، حيث ستعرف إقبالا كبيرا من طرف العائلات الجزائرية وكذا المنتوجات نصف المصنعة التي تستعملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التصنيع، وهذا ما يؤدي وفق ذات الوكالة إلى ارتفاع في النمو الاقتصادي في البلاد إلى مستوى 3.6% بعدما حددته سابقا عند مستوى 3.4%، وسيكون ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية والمكاسب العامة الكبيرة التي ستحققها الجزائر خلال سنة 2022.